المهدي علامات المهدي تنقل في الساعة الثالثة عصرا بث مباشر المهرجان الثالث والعشرين المهدي المخلص تقوى وسطية أخلاق راب المهدي حسين الإسلامي والذي تقيمه هيئات الشور المهدوي ومشروع الشباب المسلم الواعد وبمشاركة رفقة من ذاكرة ورواد الشور والراب المهدوي الحسيني الإسلامي من الأشبال والشباب. المحافظات التي يقيم فيها المهرجان: محافظة بابل الجمعة 20 شعبان المكرم لعام 1440 للهجرة، الديوانية السرس 21 شعبان المكرم لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.